مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضيفنا في هذه الحلقة صوت خليجي شاب غنى فأطربنا وأحببنا، وردد ألحانه فأشجانا، وسمعنا له كثيرا وأعجبنا به، مطربنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، المطرب جابر جاسم. أهلا وسهلا. يا مرحبتين. أنا وسهلا. الحقيقة فرصة طيبة يا أخ جابر أن نستضيفك في هذا البرنامج لنتكلم شيئا عن الفن في الخليج بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص. لننطلق في البداية مع جابر، كيف بدأ الغناء وهل وصل إلى الاحتراف أم لا؟ الحقيقة أن الموضوع البداية يعني دائما يعني بسأل فيه. نعم. ودائما في بالنسبة للمجلات والجرائد والأشياء هاي كثير يعني، وكل ما تقليدي يعني. نعم. ولكن طبعا يسعدني أننا أكرره عدة مرات، لأنه يعني البداية مع الفن كانت الحمد لله يعني موفقة، ويشعر الفنان بأنه لما يكون له في بدايته يعني أشياء يتذكرها يكون يعني مرتاح طول حياته. فطبعا الحياة الفنية اللي بدأتها أنا طبعا عادية، بدأتها في المدارس، كنت أغني في الحفلات اللي تقيمها المدرسة، كنت أغني في الحفلات، حفلات السمر اللي تقام في المعسكرات الكشفية، ومنها عرفت بمطرب المدرسة، بمطرب المعسكر، إلى أن تخللت في الحفلات العامة وأصبحت مثل ما الآن أنا عليه. يعني البداية كانت بين الأصحاب. نعم. هل بدأت بتقليد أحد المطربين بالذات، أم بدأت يعني تغني أغاني شعبية، أم ماذا؟ وتتذكر أول أغنية غنيتها مثلا بين أصحابك؟ طبعا كنا نسمع المذياع ونغني على الشيء اللي يقوله في هذا، يعني من قبل حوالي 9 سنوات كذا أو 10 سنوات. تتذكر أغنية بالذات؟ وأتذكر كثير يعني، إنما ممكن نعرف. وبلا شك أن الفنان لما يظهر يقلد، والتقليد هذا يعني يكون له أفضل يعني بلا شك فيه يعني. طب مين كان مطربك المفضل أول ما بديت تسمع له دائما؟ أنا كنت أسمع لمطربين كثيرين طبعا، لأن الصوت المحبب يعني أي صوت جميل مع لحن جميل يدخل في قلبي على وأذني يعني على طول. نعم. وأردد لو حتى ما فهمت كلماته يعني، أو ولا متأثر، فقط باللحن والصوت. طيب من الأغاني اللي كنت تدندن فيها أول ما بدأت، ممكن يعني لو نسمع شوية على العود؟ طبعا أنا يعني ولو أني أنا الآن حافظنا يعني، يعني لو نتذكر شيء منها. دخلت في ذهني أشياء كثيرة طبعا. نعم. إيش اسم الأغنية مثلا إذا تذكرها؟ أنا كنت أغني يعني لمطربين ومطربات مثل ما عليك. إذا مطربات أحسن. إيه نعم طبعا. نعم. يعني يسرني أني أنا أقول حق المشاهدين يعني أن الأغاني اللي غنيتها أيوة بهذاك الوقت كانت أغنية شائعة لصباح، اللي هي على عصفورية نسمع منها شوي معلش. والله وصل ايده ولا طل علي على صفوري،
جميل، هذه من الأغاني اللي يعني من أوائل الأغاني اللي ردتها. ردتها وكانت هي مشهورة عند الأطفال والأولاد. نعم. وكان ظهورها أغنية شعبية، أغنية تعتبر أغنية شعبية يعني. طيب يعني بعد هذا يعني بعد هذا البدء بترديد الأغاني الشائعة، استقريت على أغنية خليجية أو أغنية فولكلورية معينة في المنطقة عنا؟ مثل ما قلنا أن طبعا صارت الحياة يعني في تطور. نعم. من الحفلات المدرسية إلى المعسكرات، لأن كانت المعسكرات تدوم لفترة أسبوع. نعم. وكانوا يجتمعون فيها ما يقارب 1,000 أو 2,000 أو 3,000 كذا من الطلاب، شاب من الطلاب، وكان يكون فيها جمهور غير عن الجمهور اللي هو داخل المدرسة الفردية. نعم. فانتقلت بعدين إلى الحفلات يعني زي الأعراس زي هذا، فما أمانع في ذلك. مع طبعا في أغنية خليجية بالذات كنت ترددها في هذه الوقت لمطرب معين؟ والله لو بقول لك أن طبعا مثل ما خبرتك أن احنا متأثرين. أنا بدي أسماء معينة، يعني اسم مطرب معين في أغنية معينة. بعدها أنا بعد فترة هذا بدأت أعزف على العود، وبعدها حبيت الأصوات الخليجية يعني. نعم. اللي هي طبعا من تراثنا ومن نعم. من منطقتنا يعني. فكان مثلا أغاني مثلا أنا كنت أو نحن نسمع محمد بن زويد، لكن بعد ما فهمت أن في قبل محمد زويد كانوا مطربين اللي هو ضاحي بن وليد ومحمد فارس. فيعني الصوت الرخيم مع هذا أجبرني على أني أنا أتحفظ منهم أشياء. فهي طبعا أغاني خليجية. ممكن نسمع صوت؟ والله طبعا ما في إيقاع، ما في إيقاع معنا. صوت لمحمد فارس. محمد فارس. طيب يعني هي طبعا بداية ممتازة، لكن بدي أسأل كيف تعلمت الدق على العود؟ يعني هل دخلت مثلا معهد أم هو تعلمت سماعي أم ماذا؟ العود أنا حبيته طبعا الآلة يعني، لأنه كان قبل فترة يعني ما كان عندنا، كنا نشوف العود من بعيد لكن ما نقدر نطالي، ونشوف الآلات برضو ولكننا نعرف إيش من الآلات ولا حتى أساميها. نعم. وطبعا تعرف الشيء هذا وأغلب يعني الجمهور عارف. نعم. إيه. فطبعا أنا كانت الآلة هذه
يعني شكلها عجبني، صوتها عجبني، لكن لا ما أستطيع أني لا أجيبها ولا لأن طبعا وجودها في البيت يمكن يكون صعب شوية. يعني الأهل كانوا بيمانعوا مثلا؟ كانوا يمانعون طبعا على أساس أني أنا طالب وفي المدرسة وبتتلهى عن الدروس. فمع ذلك أصريت على أساس أني أنا أجيب لي عود بأي طريقة وأتعلم خفية عن الأهل. لا ما يعني بموافقة الأهل وبرضاهم يعني. نعم. فطبعا جبت عود ولكن تعرف أوتره ولا شيء، لكن طبعا اللي أخذت من عن العود على أساس هو يعرف توتير. نعم يدوزني يعني يضبطه. دوزان. نعم. ولكن كنت أخذ العود مبدأ يعني تعجبني النغمات اللي هي مثلا. نعم. لو أحيانا موتر هو العود. نعم. لو عملنا مثلا يعطيني نغم. نعم. فأنا كنت أعمل على يعني قبل أعزف يعني أضع يدي على النغمة الصحيحة كنت أغني وأقول مثلا الشكل وأمشي على عمل نوع من الإيقاع والصوت هذا وأغني على في هذه الفترة. طيب واستمرت هذه مرحلة طويلة معك ولا؟ هي طبعا من حبي أنا وشوقي لهذا الشيء يعني في فترة بسيطة وفي فترة وجيزة استطعت أن يعني أتعلم لحالك لحالي. يا سلام، يعني ما حدا علمك ابدا؟ لا طبعا، لان طبعا مثل ما قلنا اي شيء اي انسان يرغب لشيء معين بيتعلمه بكل سهوله، انما اذا ما كانت الرغبه موجوده ما نعم. ما يقدر طيب لما تعلمت على العود صرت طبعا دندل لحالك ودندل بين الاصحاب على العود؟ طبعا، لان حتى اصحابي مثلا اذا جوني مثلا في زيارات مثلا ودخلوا علي مثلا انا اغني الاغنيه هذه، يجوني مثلا بعد اسبوع او بعد ثلاثة ايام ودوني اغني اغنيه ثانيه. فطبعا هذا تطور هوايتك وبلشت هلا تقدر تعمل لحالك بعض الالحان. بعض الالحان. نعم. وبعدين استمرت على فتره يعني كبيره، وبعدين امسك مثلا من حبي لهذه الاله وفي نفس الوقت الفن والاغاني، اخذ الاغنيه مثلا اسطوانه او يعني اسطوانه، انا اقدر اقول اسطوانه. نعم. فاسمعها واغني معها واصبحت العمليه بالنسبه لي سهله يعني. طيب ذكرت أو تذكر لنا أول لحن عملته وهل كان إلك ولا غيرك؟ طبعا إحنا مثل ما قلنا يعني أي كاتب من الكتاب أو أي الاقتباس يعني أو نوع من زي ما شابه ذلك. اعتراف جميل يعني اقتبست. اقتباس طبعا. نعم. وكثر تأثير الألحان علي هذا وهذا، وممكن بعد أنا أول ما غنيت من ألحان غيري يعني. نعم. وغنيت أشياء كثيرة يعني زي ما تقول مثل ما لما كنت أقلب يعني. بعد ما أصبحت لي شهرة وهذا عرض علي بأني أنا مثلا تكون لي أغاني مستقلة. نعم. هل كانت الأغنية الأولى لحنها إلك ولا لغيرك؟ الأغنية الأولى الرسمية اللي انشهرت فيها أو اللي طلعت فيها؟ والله يعني بحب أنا حقيقي يعني بعض الأغاني وهو يعني اللحن اللي نجح تقريبا هو من لحني أنا في قبل أغاني أنا سجلتها، بس إنما هو اللحن اللي نجح من تلحيني ومشى على مستوى يعني التلحين ومستوى الكلمات ومستوى ظهوري من خلاله اللي هو أهنا والنيت من كثر الهموم. ممكن نسمع شوي؟ كلمات إلك برضو؟ لا طبعا أنا كلمات هذه ما أعرف ما تألفش أبدا. الألحان إلك والغناء إلك؟
لحن وغنى. نعم. تتذكر أنت كانت هاي الأغنية؟ هذه الأغنية سنة 68. 68. طيب بعد هذه الأغنية شو صار؟ يعني بدأت تسجل في الإذاعات مثلاً وتغني أمام حفلات عامة؟ هو هذه الأغنية أنا من بدأت أسجل أغاني هي تقريباً زي الأغاني اللي معروفة عن النطاق الشعبي. نعم. وهي الأغنية الوحيدة مثل لما كنا نسجل سنة 67 و68 كانت على اسطوانة وكانت نطاقها محدود. إنما هي الأغنية في قبلها سجل أغاني، إنما هي الأغنية اللي خذت انطلاق. في أغنية برضو إلك شائعة ورددت من إذاعات عربية كثيرة ونالت استحسان، اللي هي أغنية سيدي يا سيدي سيد سادات. ممكن نسمع منها شوي لو سمحت وتحكي لنا عنها شوي الأغنية؟ يعني كاتب الكلمات مين والملحن مين؟ طبعا المطرب جابر. تبغينا نغنيها ولا اول شيء مين كاتب الكلمات؟ كاتب الكلمات الشاعر احمد الكندي. الشاعر احمد الكندي. احمد الكندي. والالحان واللحن لحن. ممكن نسمع شوي؟ في الأغنية طبعا الحبيب سيدي يا سيد سادتي ولا واحد ثاني؟ والله شوف رأيك يعني. أخ جابر، بعد هذه المرحلة التي قطعتها كنت هاويا، مرحلة الهواية برأيك تكفي للفنان ولا لابد من بداية مرحلة أخرى؟ بلا شك أن الفنان مهما وصل ما يقدر يقول أنا مثلا، لأن الفن في نظري أنا وفي نظر الناس يعني اللي فاهمين وعارفين الفن، أن يعني من الصعب أن الواحد يقول أنا احترفت الفن يعني أخذت كمهنة. إنما طبعا الفن في حياة الإنسان كغذاء للنفس، وأنا طبعا على
تجربة العشر سنوات هذه حسيت أن يعني غذاء للروح، وأن بعض الـ الـ الأشياء يعني مثل لو ما أقدر أعبر عن الشيء اللي أريده، أحيانا تجد ناس يقولون مثلا كلمة احتراف وبعدين لما تفسرها في ذهنك تجدها احتراف صعبة شوية أو نوع من أني أنا محترف. أنا ربما قبل المقابلة هذه قلت أني أنا احترفت الفن لكن ما كنت فاهم معناها بالضبط إلى غاية ما حللتها في ذهني وعرفت ما هي. فأنا طبعا أنا أعتبر الفن كغذاء للنفس، والفن أنا طبعا ما راح أتخلى عنه طول حياتي، لأن إذا إحنا يعني مسكنا مسيرة الفن راح يجي بعندنا ناس ويكملون هذا المشوار حتى نحن بعد ما نكون عقدة لغيرنا مثلا. يعني انطلاقا من هذا المفهوم جابر أنت طورت هوايتك. نعم. طبعا دخلت مثلا معهد في كل شيء يعني. نعم. طورتها من ناحيتين. نعم. الناحية اللي أنا كنت مثلا بناء على بعض الكلام اللي مثلا أسمع مثلا في كل إنسان له وجهة نظر. نعم. وممكن في نفس الوقت تكون مؤثرة على الفنان، لأن بعد الفنان حساس أو يحس بكل كلمة صغيرة وكبيرة. فطبعا بالنسبة لل يعني أن الفنان يجب أن يراعي الفن في كل صغير وكبير، يخطو على أصوله. نعم. نعم. وهذا هو الشيء. دخلت مثلا معهد موسيقي لتطوير هذه الهواية عندك؟ بعد فترة من الزمن استمرار في الفن طبعا درست في القاهرة لمدة 3 سنوات. نعم. تخصصت في آلة معينة مثلا أو في فرع معين في هو المعهد يفرض على الطالب تخصص بعد بعد هوايته للآلة الفلانية يفرض عليه آلتين اللي هي البيانو وآلة أخرى من غير الآلة الأساسية. أخي جابر، يعني لما أنت رحت المعهد وتعلمت العزف على أصوله وجدت هناك اختلاف بين عزفك الأول وعزفك التالي؟ في أشياء كثيرة وجدت فيها اختلاف. زي إيش مثلا؟ أنا صحيح أني أنا درست في هذا المعهد لمدة 3 سنوات اللي هي سنة تمهيدية كانت في الدراسات الحرة، وذلك بسبب عدم وجود الشهادة الثانوية أو الإعدادية. وبعدين السنتين السنوات الثانية اللي هي الثانية والثالثة تقريبا تخصصت فيهم أكثر، يعني تعمقت أكثر، فأعطتني أشياء كثيرة. يعني لو هم 3 سنوات وقصار لكن فهمت فيهم أشياء الحمد لله أكثر. إنما طبعا ما أقدر أقول لك أني تعمقت في بعض التوزيع والهارموني هذا والأشياء هذه، إنما طبعا أخذت الفكرة وما أقدر أقول اكتفيت، لكني أحب في أي وقت وأي فرصة إن شاء الله تكون عندي أرجع أواصل الدراسة، ولكن يعني أحس في تطور أحسن. لأن أنا أخذت المبادئ، أخذت فهمت المقامات، لأن كل مقام يختلف عن الثاني ولو حتى بدرجة معينة يختلف عن المقام اللي هو. فهمت التوزيع الموسيقي يعني على حد معين، وفهمت طبقة الأصوات، وفهمت أن كل مطرب له طبقة معينة لا يستطيع أن يخرج عنها ولا يستطيع أن ينزل عنها يعني بأي صورة، وهذه طبعا ساعدتني في أشياء كثيرة. يعني فهمت صوتك أنت بالذات، وفهمت مقدرتك في العزف برضو وفي التلحين أو في التأليف الموسيقي. نعم. طيب بعد هذه المرحلة من الدراسة، التطور اللي حصلت عليه بيّن في أي أغنية؟ يعني بعد أن درست هذه 3 سنوات في المعهد، شو الأغنية اللي عملتها وبتعتقد أنه فيها نوع من التطور أكثر؟ مثل ما قلت لك أني أنا غنيت سيدي وغزي المفلة والأشياء هذه، كانت لها نجاح على إطار هذا بعد المعهد جابر ولا قبل؟ قبل المعهد نغني بعض الأغاني. بعد المعهد غنيت مثل سيدي هذه وأخذت من الأغاني القديمة وعملت عليها يعني اللي هو الإضافة الجديدة. يعني أنت ذكرت لنا غزير فلة، ممكن لأن هذه أغنية محبوبة جدا ممكن نسمعها شوي مقطع حديثك عشان ما نقدر نظهر من موضوعنا.
فطبعا صارت يعني أنا حسيت أن فيه شيء أحسن مما كنت عليه. فيعني مثلا غزي المفلة وسيدي هذه هم بعد ما درست في المعهد. نعم غزي المفلة ممكن نحكي كلماتها بدون مندندن؟ طبعا شعراءنا المحليين متأثرين بيئتهم تأثر كبير يعني. طبعا الشاعر هذا اللي هو نظم اللي نظم كلمات غزي المفلة وهو هو عتيق محمد. نعم شو يقول عتيق؟ هذا الله يسلمك مثل ما قلت لك أنه كان قالها في سنة 69 أو 68 فمثل ما خبرتك أنه متأثر بالبيئة وهذا فقال اغزي المفلة في دبي لاقاني مشط القذلة سلمت حيان قال شبلاك مدله قلت ضاع برهاني أسباب هالكحلة تسحر بالعيان وبدأ يوصف الشاعر إلى أن قال ورموشهم ظله جيش بميداني ونحر معلق له لولو ومرجاني وخشم ورد سله كسيف سلطاني زاد الحلا حله يوم لبس فستاني قلبي تبسم له وغنى له الحاني وتاريخ سجل له على طول لزماني بدعي عليه يعله يعود لي ثاني ونعمل معاه رحلة في البر وعماني. يا سلام. فهذا طبعا الشاعر سرد قصة موجزة فيها الكلمات هذه وانت تناولتها بعد ما انا سمعت الكلمات هذه طبعا حسيت ان فيها شيء حلو فيها شيء زين طبعا طبعا فرأسا مسكت العود وعلى طول بلشت تحط لها لحن طبعا هل كان اللحن اللي طلع هو اول ما مسكت العود طلع معك اللحن ولا قعدت فتره وانت تجرب مثل ما خبرتك وسابق حديثنا ان ال دراستي في المعهد أعطتني أشياء كثيرة. أنا مثلا إذا أخذت الكلمات يجب أني أعرف أن هذه الكلمات هي أغنية مثلا وطنية أو أغنية عاطفية أو أغنية مثلا فيها حماس أو يعني بما تتطلب الكلمات يجب أنك تضيف اللحن عليه. بالضبط حسب المعنى إيه. تقريبا وإحنا طبعا الآن ما يخفى علينا شيء يعني أصبحنا متفهمين وعارفين. نعم. مثلا اللحن الوطني يجب أن يختلف عن اللحن هذا واللحن العاطفي وفي أشياء أمور كثيرة يعني لو نعم. دخلنا فيها طبعا الآن كل الشباب عارفينها وأغلب الناس يعني مش بعيدة عليهم. طيب أول ما مسكت الكلمات هذه كيف كانت دندنتك ممكن نشوف على عود؟ أول ما بلشت في غزيلا بعدين مثل المقامات كل مثلا مقام الفلاني تأثير على بعض الأشياء على بعض الكلمات مثلا فأنا وضعت المقام هذا على هذا وجدت مطابق من أول مرة طبعا من أول مرة ولكن بعد بضيف على هذا يعني الأغنية الواحد يغنيها في يعني الأغنية الفنان يغنيها في إطار مثلا معين لما تكون على أسماع الجمهور أو اللي يسمعونها هم برضو يضيفون عليها أشياء صحيح إيه فتجاوب اللي هو يحدث بين الفنان والجمهور يعطي انطباعات أكثر. نعم مثلا هي من مقام السيكة. جميل أخي جابر قبل ما تنزل عود الله يخليك نعم. يعني أنت مشيت في لحن كأنك خشيت في الليالي شوي هيك مثل ما قلت لك أن هذا برضو المقام يعني أنا صراحة متأثر بمقام اسمه السيك نعم لأن هذا عاطفي شوي
وأغلب يعني الإذن ترتاح له أكثر من أي مقام ثاني. يعني ممكن بعض المقامات ترتاح لها الإذن بعد تكرارها، إنما هذا اللي يدخل إلى الإذن يعني بطريق مباشر تقريبا الشكل. طب خليني أقاطعك شوي جابر، في بعض البلاد العربية في عندنا الليالي والموال. نعم. اللي هو بيردد المطرب يا ليل يا ليل مثلا أو أوف في بعض البلاد العربية. نعم. عندنا طبعا احنا في الخليج في الصوت. نعم. نستطيع نقول ان الصوت يوازي الليالي والموال تقريبا كفن شعبي؟ لا، الصوت احنا عندنا الموال والليالي. نعم. كان بس انما طبعا انا ما اقدر يعني، لان هذه تبغي لها اختصاص يعني برضو في تسميتها يعني انا. نعم. يعني كفنان لكن ما عندي المقدرة باني انا افسر يعني. ممكن مثل ما سمعت عن الدكتور يوسف الدوخي متخصص في بعض الأمور، متخصص في الصوت في الإيقاعات الخليجية، لكنه يعرف أشياء كثيرة كثيرة جدا عن الأشياء هذه. وطبعا أنا لازم مسيري يوم من الأيام أفصص الأمور هذه وأعرفها مهما كانت الحالة يعني. إنما طبعا الآن من الصعب أني أفهمها، لكن حاسس أن مثل ما فهمت أشياء طافت علي برضو راح أفهم الأمور. إنما اللي أنا أعرف عندنا الموال والليالي، هنا يسمونها الليالي اللي هي يدخلوا بها مثلا قبل الصوت. نعم. يعني المطرب يقول ليالي يقسم اولا. إيه. وبعدين استحبت المحبوبه الليالي، يعني يا اما تكون في نصف الاغنيه يا اما تكون فيها في بدايتها. نعم. ومحبوبه من اشياء كثير يعني، منها يسلطن المطرب والجمهور في نفس الوقت، ويتليها بنفس المقام يعني اللي بعد اللي هو مباشرة الأخرى. كلام جميل حقيقة أخ جابر، يعني كان بودنا أنه اللقاء يطول أكثر، لكن يبدو أن الوقت يعني عم بدركنا، فإحنا سعدنا جدا بهذا اللقاء، ونتمنى للمطرب الفنان جابر جاسم مزيد من التقدم ليعطينا من الألحان ما هو أجمل وأعذب، وإن كنا قد سمعنا العذب وسمعنا الجميل من خلال هذه المسيرة القصيرة التي قد لا تكون إلا بداية موفقة لمطرب ممتاز ومطرب يصنف إن شاء الله في درجات عالية في الفن العربي عموما. لا يسعني إلا أن أشكرك في نهاية اللقاء، وأقول مشاهدي الكرام في نهاية هذا اللقاء أشكر باسمكم الفنان جابر جاسم، شكرا لكم. وأشكر برنامجكم اللي أتاح لنا الفرصة بأن نحن نتبادل الأمور هذه في بواسطة طبعا جمهورنا الكريم. شكرا لك، ومشاهدي الكرام نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.